مرحبا بحضراتكم من جديد في الاستوديو التحليل مباراة الداخلية وأسوان في دور ال 32 كأس مصر 2022-2023. خلينا نروح سريعا لملعب المباراة في استاد بيترسبورت مع مراسلنا أحمد عبد الملك وآخر المستجدات والتفاصيل قبل انطلاق المباراة. تفضل أحمد. برحب بك يا زميلي العزيز أميرة جمال، برحب بكل مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان من هنا من استاد بيترسبورت ولقاء نادي الداخلية ونادي أسوان في دور 32 من مسابقة كأس مصر. لو اتكلمنا عن فريق نادي الداخلية اللي بيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة واللي كان آخرها التعادل أمام إنبي ومن قبلها الفوز على نادي فيوتشر. كابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق حرص خلال المران الأخير بالأمس على محاضرة اللاعبين والتأكيد على أهمية الفوز اليوم وأهمية تخطي عقبة نادي أسوان والوصول إلى دور الـ16. كابتن علي عبد العال أيضا تحدث عن فريق نادي أسوان وأكد من الفرق القوية من الفرق المنظمة من الفرق اللي تمتلك لاعبين أكفاء ومميزين في جميع خطوط الملعب بالإضافة إلى امتلاكه جهاز فني على أعلى مستوى. أيضا النهاردة الكابتن علاء عبد العال حرص على إراحة معظم العناصر الأساسية وإعطاء الفرصة للاعبين اللي مش بيشاركوا بصفة أساسية في المرحلة المجبرة حتى يكونوا في فورمة الماتشات مع باقي اللاعبين. يمكن يغيب النهاردة عن فريق نادي الداخلية في لقاء اليوم كل من عبد العزيز السيد زيزو واحمد السيد وحسين رجب ومصطفى فوزي ومحمود عزت. على الجانب الاخر فريق نادي اسوان وايضا يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعه عقب الفوز الاخير والمهم على نادي المصري خارج الارض. فريق نادي اسوان يمكن دخل في معسكر مغلق عقب لقاء نادي المصري بالقاهره والمعسكر ممتد الى لقاء نادي الزمالك. يمكن الكابتن ايمن رمادي المدير الفني للفريق النهارده بيريح كل الفرقه باستثناء علي فتحي. معظم الفرق الاساسيه النهارده بيريحها الكابتن ايمن الرمادي. يمكن كان ليه لقاء مع بعض من الجهاز الفني اكد ان الاهم هو مسابقه كاس مصر، بالتاكيد بطوله مهمه لكن الاهم بالنسبه لهم هو بطوله الدوري. يمكن على هامش معسكر الامس حرص الكابتن ايمن الرمادي على مشاهده اللقاءات الاخيره لنادي الداخليه، الوقوف على نقاط القوه ونقاط الضعف وحذر من خطوره نادي الداخليه وبالتاكيد في المنطقه الدفاعيه والتمركز الدفاعي القوي وطالب لاعبيه بضروره الاستمرار في اداء الكره اللي هي الممتعه اللي بيظهر بها دايما فريق نادي اسوان. يمكن يغيب النهارده على لقاء نادي اسوان كل من عمرو حسام واسلام صلاح ومحمد ميدو وعماد فتحي ومحمد حمدي زكي وفونا وحسام عرفات وبلال السيد. يمكن الزميل عايز ايمن جمال دي كانت اطلاله سريعه قبل بدايه وانطلاقه لقاء نادي الداخليه ونادي اسوان من استاد بيترسبورت الى استاد مصر. الزميل العزيزه اميره جمال.